فيما يتعلق في مادة اللغة الإنجليزية، دائما أنا أنصح الشباب في هذا المنهج الجديد. إحنا منهجنا يضمن 8 وحدات، 8 units. 2 من عندنا المراجعة اللي هو يونت 4، مراجعة مال أول 3 وحدات، يونت 1 و 2 و 3. ويونت 8 آخر وحدة مراجعة مال يونت 5 6 7. فأنا أنصح الطلاب تخصص الامتحان للمراجعة لمادة اللغة الإنجليزية 6 أيام. هاي الست أيام عندك فيها 6 وحدات، يونت 1، يونت 2، يونت 3، بعدين يونت 5، 6، 7. أفضل شباب أن يكون لكل يونت يوم كامل. طبعا اليونت كليتهم يعرفون الشباب، كل يونت 200 lessons، وفي كل يونت أكو reading comprehension اللي هو دائما يكون lessons 2، الوحدة العاشرة أو الدرس العاشر هو قطعة مطالب الطالب بها ان يحضرها، يحفظ مع عينيها كلها، واسئله واجب عليها 6 كتاب، والاسئله اللي حصل عليها من خلال المدرس اللي درسه بالصف. في بعض الاحيان اكو بعض الدروس بها قطعه مضافه تتفرغون للقواعد، يشوفون شو مواضيع قواعد ماخذيها، واكد على القواعد الشباب في كل الوحدات راح يجيك بالوزاره السؤال 30 درجه على القواعد. فإذا تريد تاخذ درجة عالية باللغة الإنجليزية اضبط القواعد. قواعد 30 درجة، سؤال كامل علي 20 درجة وفرع علي 10 درجات. وكل السهل الواحد يسطر على القواعد وياخذ درجة فول مارك. فلا تفرط بدرجة واحدة بالقواعد، تقدر تحفظ قاعدة وتطبق وتاخذ جواب كامل. حتى ترفع الدروس اللي احتمال بالعربي ما تاخذ درجة عالية، بالأحياء إذا أخذت هنا بال90 راح ترفع الدرجات العالية. تقدرون تاخذون 100 بالتأكيد في هذا المنهج. اللي يتقرر عليكم هو منهج كل السهل. ليسن 4 انا افضل شباب تتركوه لانه مراجعه اليونت 1 و 2 و 3، بس بنفس الوقت لازم تتاكدون شباب يونت 4 بانشائين، وانشائين مرشح للوزاره حفظ ما ابي قطع. يونت 4 يونت 8 اللي هي مراجعه، يونت 4 مراجعه مال اول 3 وحدات، 1 و 2 و 3 وقلت عليها بها انشائين. من تكملون 7 يبقى عندك بس يونت 8 اللي هو مراجعه مال 5 و 6 و 7 وبي قطعه أكدوا لي عليها بيونتات اللي هي لسن 3، بس قطعة واحدة ما أبي قواعد، بس مراجعة. بقى عندنا الليترشر الأدب، القصة الأدبية، عندكم قصتين أدبية، قصة ذا سوينج وهي القصة العراقية، وقصة ذا كناري طائر الكناري عليها 10 درجات. شباب هذا الحكي لكل المنهج. يوم الامتحان الوزاري إذا تشترك من الامتحان الوزاري تدخل القاعة وانت راح تمتحن اللغة الإنجليزية. فأكو شغلات وايد من الطلاب يجهلوها لسه ما عندهم فكرة عنها. تستلم الدفتر الامتحاني، هذا الدفتر الامتحان الوزاري خلينا نقول. أول شيء كتابه من جهة اليسار، لأن هواي من الطلاب لا يزال يجاوب اللغة الإنجليزية من اليمين وما أعرف شلون. ريدنج باسج قطعة خارجية عليها 10 درجات. شباب انت بش راح أقول؟ لا تبدأ مباشرة بالقطعة الخارجية. لان هاي القطعة الخارجية راح تقرأ معلومات ما مر عليك، تقرأ مرة مرتين وثلاثة وما تعرف الفكرة مالتها، وراح تربكك تروح على الاشياء اللي انت بدمار خازنها، تروح هاي تخليها فارغة بالاخير ترجع لها. تروح على بي اللي هو قواعد عليه 30 درجة، 30 درجة شباب لا تفرط بها ولا تضيع درجة واحدة. فاهم القواعد ما عندك مشكلة تاخذ درجة كاملة فرق. عندك فرع كامل 12 فرع على كل مواضيع القواعد راح تجاوب على 10. وشو شو انا مجاوبهم؟ بصفحة كاملة تكتب الجواب رأسا مخلية فراغ 10 فروع 20 درجة. فرع بي 10 درجات هم قواعد، يختبروك بالقواعد يعطيك جملة بها جوابين تختار الجواب الصح وترتبها هنا أنا اي وهنا بي. هاي 30 درجة على القواعد. ننتهي من القواعد نجي شنو عندنا؟ vocabulary spelling، كل المفردات والمعاني مال كل القطع اللي ماخذها ومعانيها والاملاء. المفردات والمعاني اي يعطيك 6 كلمات وجواها 5 جمل، تكتب رقم الجمله وتملا بها الفراغ. طبعا الكلمات يعطيك اياها بالسؤال، يعطيك الكلمه ويعطيك الجمل تدخل الكلمات في الفراغ، وكل كلمه اللي تفيد الفراغ من خلال المعنى. نيجي على فرع بي يضمن املاء. الاملاء شنو؟ يعطيك فعل مضارع يسوي ماضي او ماضي تام، يعني جو يقول لك تصير يعني يعطيك سي وامامها السين، يعني ما يعطيك جو تقول جون، ما
بتقول وين؟ التصريف الثالث. لان تصاريف الافعال شلون تسوي اوبوزيت من كلمه؟ هابي تقول عن هابي، بوبيلار ان بوبيلار والى اخره، تعرفوها على الصفات. السؤال الرابع شباب ليترشر ادب. وبالادب شباب عندك صفحه كامله. انت عندك قصتين. ذا سوينج القصه العراقيه اللي كتبها محمد الخضير. والقصه الثانيه ذا كناري طائر الكناري اللي كتبتها كاثرين مانسفيلد. وتعرفون شنو؟ شنو القصه عن شنو؟ يجيك ست اسئله جاوب على خمسه عليها 10 درجات. ليس مجاوبين على 4 اسئله. السؤال الخامس شباب عليه 20 درجه هو هذا الخبزه مالتك هنا. عندك 9 انشاءات فالمفروض تحافظ هاي التسع انشاءات ولا تقول هذا العام الجاي السنه ما يجي، دير بالك. ولا تقول فلان استاذ رشح لنا هذا الانشاء لازم يجي ترى ما في شيء. كونوا على ثقة الوزارة حتى هاي تلاحقها وتتابعها، تشوف الترشيحات هالسنة على شنو تجيب عكس حتى لو جاي العام. فدير بالكم لا تفرط ب 20 درجة وتجازف. هواي طلاب يقول أحسن ما أقرأ 9 إنشاءات أقرأ 4 إنشاءات أو 3 دير عقلكم يجوز ما يجي ولا واحد، راحت عليه 20 درجة ولا 20 يعني معناها هاي فرط ضربة قاسية للطالب. القطعة الخارجية أنا قلت تترك مؤقتا فشو تسوي؟ أنا نصيحتي تقرا القطعة مرة تاخذ فكرة عنها. المرة الثانية ركز والمرة الثالثة تبدا تجاوب. طبعا بالقطعة الخارجية ما راح تجيب معلومات من عندك، لا عندك القطعة تقراها والأسئلة موجودة جوا والأجوبة تطلعها من القطعة. وكل شيء تمام. وبصراحة أحكي هذا السؤال يجيبه المساعد الخارجي، يعني مساعدة يعطوك 10 درجات. ومليان ما راح تجيب معلومات من عندك، راح تجيبها كلها من القطعة. لذلك شباب اخر ما نخليه هو القطعه الخارجيه حتى لا نضيع بوقت.